إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، مساء الخير ومساء النور عليكم في هذا النقل المسائي المباشر على قناة الشعب قناة شوف تيفي. نلتقي بكم مجددا في لايف جديد من نواحي بن سليمان، وأمامكم على الصورة هذا أب ديال الأسرة اللي واحد العاصفة رعدية ضربات نهار الأربعاء في حدود الساعة الخامسة النواحي ديال بن سليمان، ومما تسبب عنه السقف ديال الدار ديالو طار كامل، والكوري ديال البهيم راب، والصراحة النفسية ديالهم أزمة، وواصل لواحد الدرجة ما كتصورش. ولادو كيباتوا غير على الجيران على حساب القوة ديالو هو والزوجة ديالو، يعني حالة نفسية صعيبة وصعيبة بزاف، ومسكين ما قدرش يصبر وكيكافح مناضل، كيمشي يخدم ويجيب لقمة العيش من 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 الحلال الطيب، ولكن ملي وقع هذا المشكل فتأزم نفسيا ومعنويا وماديا. فها هو معكم على المباشر، غادي يعطينا التفاصيل الكامله حول هذه القضيه ويعطينا الرقم ديالو على المباشر، ونتكلموا معاه ماذا جرى وماذا وقع. مساء الخير. شكرا. مساء الخير خويا. هز الميكرو عندك شويه، الله يعطيك الصحه. كي داير؟ لاباس عليك؟ طول عمرك بارك الله فيك. كل شيء بخير؟ الله يجزيك بخير، بارك الله فيك اودي خويا. كتبان لي مأزم نفسيا لواحد الدرجه ما كتصورش. الله يعطيك الله هذا خويا. وانا كنت في النواحي ديال بن سليمان، تعيطت لي. كنتي خدام؟ خدام. عيطت لي المدام قالت لي زيد جري رد الدار رابت، وانا جيت بلا شعور، جيت كنجري. واش غنقول لك؟ لقيت واحد الحاله لا يرثى لها، السقف مشى، الكوري طاح، الحويجات فزقوا، كل شيء مشى. والصلاة على النبي، هذا الشيء اللي كاين، وراه كلشي الحويجات ديالي مشاو. لا اله الا محمد. هادشي قد هذاك الميكرو زي عندك شويه، صار بحال هكاك. عاود لينا التفاصيل كيفاش وقع داك الشيء. واللي وقع راه هو هذا، قلت لك عيطت لي المدام قالت لي جري راه الدار رابت على الدراري. جيت كنجري ما لقيتش منين ندخل، لقيت السقف طاح، قلت ناري الدار ماتوا. لقيتهم مع الجيران والحويجات ديالي، كلشي مشى، والسقف مشى، وكلشي مشى، الثلاجه مشات، كلشي مشى. كلشي مشى؟ كلشي. الكوري راب كامل؟ كلشي مشى. دابا في كاين عصوم ساكن؟ واحد الجيران اخويا. الحاله ديال كيف دايره؟ لا يرثى لها اخويا، لا ما بقيت كنتحكم في راسي انا كاع، هادشي اللي كاين. والنفسيه ديال الوليدات؟ والنفسيه ديال الوليدات بلا ما نقول لك، كاين واحد الدري بعدا صغير كيقرا، دابا تاثر مسكين، بحال لا تاثر، امهم كثر ومريضه، ولا اله الا محمد رسول الله، هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي كاين، لا اله الا محمد رسول الله. والبهيم ديالك؟ دوك البهيمات؟ ثلاثه ديال النعجات ماتوا. واش غنقول لك؟ هادشي اللي عندي انا، ثلاثة د النعجات راهم طاح عليهم الكوري مشاو. والنفسية ديالك كيف دايرة؟ النفسية ديالي ما بقيتش كنشعر براسي اش كندير دابا، حاليا ما بقيتش كنشعر براسي اش كندير. محن محن نفسيا وكلشي، محن بزاف، ومريض، والمرأة مريضة. واش غنقول لك؟ لا إله إلا الله وصافي. أعطينا الرقم ديالك المباشر. الرقم ديالي أخويا 06 68 14 22 15. هذا هو هذا هو 06 68 14 22 15. الله يعطيك الصحة. الوليد دابا اللي كيقرا كيف داير الحالة ديالو؟ ما بقاش مسكين كيكابسيتا في القراية، ما بقاش كيكابسيتا في القراية، لأن الدري كان كيقرا مزيان، فاش شاف هذاك الشيء وضربات هذيك الرعدة حدا المحل، قال لي الوليد بانت لي شي زروقية والأرض تزعزعت بيا، ما بقاش كيكابسيتا مسكين في القراية. دابا باقي مخلوع، باقي مخلوع، والسقف راه طار. واش غنقول لك؟ وراه شفتوا كل شيء بعينيكم. بحال الصدمه وقعت. اه صدمه اخويا، لا اله الا الله وصافي. والمراه دابا راه باقا مريضه، دابا كتموت دابا. عاد الجيران ما بغاش تجي كاع للمحل. قالت لي ما نجيش تما تشوف واش غدير شغلك. بحال جاتها بحال الصدمه. اه دخت حيت انا حضرت في هذيك حضرت في هذيك الرعده، حضرت في هذيك الرعده، شافتها سخفت تحت. والدراري اش غنقول لك؟ بلا ما نقول لك، راه لا اله الا الله وصف. حالتهم رانا شفتهم، حالتهم ما فيها ما يتشاف. الدراري الصغير بعدا راه محال، ما بقاش كيكابتي في القرايه، ما بقاش واعي. كان كيقرا مزيان، دابا والو، مسكين باقي مره كيقفز، خايف هذاك المنظر كيجي قدام عيني. قال لي كنفكر هذاك الشيء، قال لي هذيك الرعده وهذاك الشتا اللي كتدخل علينا للمحل والقزير طار، قال لك كنشوف هذاك الشيء، قال لك ما بقيتش كنكابسي في راسي، ما كيعرفش اشنو كيدير. لا والو،
حاولتي معاه نفسيا تتحاول واش غتحاول؟ حنا باقيين كنجريو مع اخويا تنشوفوا الحل شنو. وانت فيك تنعس دابا؟ ما حلتي عاد الجيران تنايا. لا عاد الجيران اخويا والدري الصغير عاد الجيران وامو عاد الجيران، هادشي اللي كاين. والحالة النفسية ديالك انت كيدايرة؟ ودابا الحالة النفسية اخويا ما كاين ما نقول لك وصافي، راه ربي كيشوف. تمحنا نفسيا وكلشي، تمحنا بزاف اخويا تمحنا، مشاو لينا حويجاتنا ومشاو لينا السقف ديالنا وما عدناش عندنا الله سبحانه وتعالى. اذا دائما مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي كيف ما كتشوفوا معنا، فحالة هاد السيد صعيبة وصعيبة بزاف. العائلة ديالو شردات، كتنعس غير عند الجيران، حتى هو كينعس غير عند الجيران. فصراحة نتمناو من المحسنين ولا من بعض المسؤولين يشوفوا هذه الحالة، لأنها حالة صادمة صراحة. رب الأسرة كيعاني هو نفسيا، كيمشي كتقاتل بالخدمة وكنمشي مرة نخدمهوك مرة نخدمهوك. ما صعيب عليك باش تصلح وباش صعيب عليك بزاف يا خويا باش انا كنصورش بزاف. انا كنت كنخدمو خدمة مداومة نقدروا ولكن صعيب هادشي مقطع. ما مقطع 80 درهم النهار، 80 درهم 70 درهم، مرة تخدم مرة ما تخدمش. ايوا هذا السقف بزز على المحسنين اللي سقفوا لينا، هو كلشي مشى كلشي مشى. تمحنا تمحنا خاص عقليا وفي خاطرنا وفي كلشي تمحنا بزاف يا استاذ. حتى ملي لقيتي عيطت لك المدام ولقيتي داكشي كيف داير كيف تصدمت؟ انا تصدمت تصدمت، حيدت الصباط دخلت عريان. قالت لي حدينا حنا، قلت لها ما بقاش تفكري في الحوايج خليهم هكاك. خرجت المدام وخرجت الدري الصغير ومشينا عند الجيران، مشينا عند الجيران بقينا عندهم لحد الان. رحنا باقيين عند الجيران، هادشي اللي كاين. وراء ستر الله بعد الوليدات بقاو لك في الحياه الحمد لله. وهادشي اللي هادشي اللي باقي هادشي راه من فضل الله سبحانه وتعالى. واخا الدري الصغير مسكين راه كيقرا مزيان وهادي، ولكن شاف هذيك الرعده ضربت حدا رجليه قال لي ما بقاش مسكين كيتخلع في الليل. هاد الجيران قالوا لي راه كيقفز في الليل ينوض، ما بقاش كيكابسي في القرايه. وهادشي اللي كاين. والنفسيه ديالهم كي دايره عمي دابا؟ والنفسيه ديالهم بلا ما نقول لك منحطه، مريضه بزاف كاع، مريضه مريضه مسكينه مريضه. دونك انت دابا باش كطالب؟ كطالب وانا كنطالب من المسؤولين ومن المحسنين يعاونوني ويعاونوني يا خويا ويشوفوا من حالتي ومن حالتي. يا ربي هادشي اللي كنتمناو لك والله يجازيهم بخير. الوليد مشي يقرا نهار الخميس؟ كيقرا مزيان تبارك الله، ولكن فاش شاف هذيك الرعده مسكين تاثر، بقات ماثره فيه. اه تاثر، هو اللي بقى فيا بزاف كاع، هو اللي بقى فيا لان كيقرا مزيان ودري تبارك الله ما نقولش لك. ولكن هاد الصدمه الى ما انا خفت على ما يتستر لي. مصدوم لواحد الدرجه كبيره؟ مصدوم بزاف دابا، كنعيط عليه ما كيبغيش يقول لي نعم. ما ديتيش عند الطبيب ولا ما عندكش باش ديها؟ ما عنديش باش نديها اخويا، فين غنديها انا دابا حالتي حاله. دابا كنبات عاد الجيران ما فين باغي نديه. داتو صغار دابا تشردوا الدري، الناس ساكنين غير عند الجيران. تمناوا لك الخير يا ربي ان شاء الله. شكرا الله يبارك. وغادي يكون غير الخير ان شاء الله. وحنا راه الاشاره 24 ساعه 24 ساعه قناه شعب قناه شوف تيفي، راه الاشاره وغيكون غير خير ان شاء الله. اذا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تيفي كيف ما تبعتوا معنا هاد الحوار الخاص مع هاد الشخص اللي بسبب واحد العاصفه رعديه فضربات الدوار اللي كيسكن فيه وبسببها القزير ديال الدار ديالو طار، الكوري راب، الحوايج ديالهم سردوا كلشي، سرد كلشي مشى. هذا كلشي داوم الماء، ما بقى لينا ما بقى لينا ما نضيفو. داوم الماء والغيس والماء، ما بقيتش كنشوف الحوايج، كنشوف ولادي كنشوف ولادي. غادي يكون الخير ان شاء الله. اذا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تيفي صراحه كلام مؤثر. ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في رعايه الله، نلتقي في بث مباشر اخر. الى اللقاء مشاهدينا الكرام. فدموع ديال هذا الراجل المسكين في العينين ديالو متأثر بما جرى. يا ربي تكون يكون الله معاكم ان شاء الله، ونتمنوا من بعد المحسنين يشوفوا من الحاله ديالكم. الى اللقاء مشاهدينا الكرام، صراحه
لحظات مؤثرة باش كتشوف أب بحال هذا مسكين وفي عمره 61 ولا 65 سنة والدموع ديالو كيهبطوا، فصراحة مؤثر والله العظيم إلا مؤثر. ما بقى لي إلا نودعكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.